السلام عليكم، عندي ماكينة خياطة ناقصها الخيط والزيت، قلت أشوفهم عند المحل اللي جاري ولازق في الحيط. اطلع لي صاحبنا بيطلب مني المشورة، نفسها في عروسة تساعده في مهنته وتكون متواضعة ومش مغرورة، ويا ريت الناس لو تساعده تكون مشكورة. هو مهنته يلبس البوصة تبقى عروسة، لو يوم الفرح الفستان واسع أو ضيق تبقى حوسة، لو الدنيا تمام والفستان مظبوط يستاهل بوسة، محسوب على مكانته رجله بتدوس كام دوسة، تلاقيه مع الرجال شغال ومع الحريم ماشي ومش بطال، وكمان بيبدع في شغله مع العيال، صاحب زوج ومضاط من الخيال، بيتعامل بالجنيه والدولار وكمان الريال، والعمله واسع جدا المجال، في المناسبات عليه ضغط شديد وتموت الفرحة لو ما قفلش لبس العيد. ما عندوش مشكلة لو أخر هو عيده عشان زباينه ينبسطوا ويزيدوا، بدلة السفير وجيافة المدير من إيده، الضرايب لما تيجي بتحاسبه على القزقوصة، وتشوف الهدوم المرصوصة وتعاين كمان المقصوصة، ولو جابت عليه ضرايب عالية سكينة في قلبه تبقى مغروسة. يا ريت نساعده في إيجاد عروسة بطريقة محسوسة، ويا رب يطلع وشها حلو عليه ومش منحوسة، وتكون شاطرة تساعده ومش موكوسة، ولا تكون قليلة ومفعوصة، وسلام لأن الناس شكلها من طلبه مفروسة.